وهذا النوع من اللقاءات مهم، وهي ليست اجتماعا ترفيا وبروتوكوليا لإلقاء الخطابات وتبادل التحيات والمجاملات. نجتمع هنا لأن البطالة في أوروبا وآسيا معا، والتضخم في أوروبا وآسيا معا، والانفجار السكاني في كلا القارتين. نجتمع هنا لأن قضايا التجارة والبيئة والاحتباس الحراري وهجرة الريف إلى المدن وآفاق التعليم والأمراض والأوبئة الجديدة هي ليست قضايا حصرية ومقتصرة على أقليم دون أقليم. أقول هذا الكلام لأننا في المنتصف على نفس المسافة من أقصى آسيا حتى أقصى أوروبا. أنا من الشرق الأوسط، واسطة العقد الأوروبي الآسيوي، وهي منطقة متعبة ومجهدة ومنهكة برغم كل إمكاناتها وبرغم الهدير الشبابي الواعد فيها، إلا أنها لم تسترح أبداً. وإذا كانت أوروبا قد استراحت بعد فضائع حربين كونيتين، فالشرق الأوسط ما زال مدخماً بالصراعات والحروب والجروح المفتوحة. فلسطين والاحتلال الصهيوني منذ 48 حتى اليوم، الحرب الأهلية اللبنانية، الحرب العراقية الإيرانية، الغزو العراقي للكويت، الإرهاب، سوريا واليمن وليبيا والعراق، الصراعات الحدودية وغيرها. وفي الوقت الذي نقول آن الأوان للشرق الأوسط أن يلتقط أنفاسه، نسمع عمن يتحدث عن حروب اقتصادية وابتزازات وإملاءات.